مشاهدينا، اليوم يعني أعلنت شركة عالمية ثانية عن أنه سيكون هناك لقاح ثاني متوفر أثبتت فعاليته بحسب التجارب السريرية، بحسب طبعا ما تقول الشركة، بنسبة تقريبا 95%. بدنا نتابع هذا الموضوع مع نقيب الصيادلة أستاذ زيد الكيلاني. أستاذ زيد، يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي، الله يعافيكم جميعا، وتحية طيبة لكل مستمعيكم الكرام. هل فعلا سيتاح لنا في الأردن الحصول على هذه اللقاحات؟ أول شيء بشكرك للسؤال. نحن طبعا كأردن من الدول التي سجلت في الدراسات عن طريق ما يسمى بتجمع الدول، الحكومات الدول، واللي معروف باسم كوفاكس، حيث أن الحكومات سيطلع لها حصة من أي مطعوم تقوم به الشركات في تصنيعه، عشان ما يكون في هناك سوء في التوزيع، أو يكون يضمن العالم، يضمن الحكومات، تضمن الضمانة في هذا. فنعم صحيح، نحن ممكن، نحن إذا صدر يعني إذا جهز المطعوم وتصنع المطعوم، الأردن لها حصتها من هذا المطعوم، وهذا إشي مبشر بالخير من أي شركة وليست شركة محددة. هذا كان إنجاز حقيقي للحكومة في المشاركة في هذه الدراسات. نعم دكتور، قبل شوي كان في المؤتمر الصحفي تحدث فيه مسؤول ملف كورونا وتكلم عن موضوع اللقاحات، وقال بأنه سوف نكون قادرين على تأمينها بالرغم من ظروف التخزين. هل فعلا يعني ممكن نوفرها ضمن ظروف التخزين؟ أنا شخصيا يعني الحكومة أدرى بما تقول وما هي القدرات اللي عندها، ولكن أنا شخصيا على الصعيد الشخصي لا أعتقد أنه نحن جاهزين على تخزينها في هذه الظروف، وحيث أنه نكون واقعيين. يعني حتى أمريكا نفسها أعلنت أنه هو من صعوبة تخزين المطعوم في درجة الحرارة 70 تحت الصفر. هلأ قد يكون هناك إجراءات صحية اللي تقوم بها الحكومة ونحن لا ندري عنها في وضع ثلاجات أو تصنيع ثلاجات خاصة في هذا المطعوم، ولكن الموضوع هو حقيقة الأمر كابوس لوجستي حقيقي، حيث بدأت تدخل آلية الشحن وطريقة الشحن من بلد لوصولها وآلية التخزين وما هو الحجم. اليوم أنا بقول لك يعني لا أعتقد أن احنا جاهزين لاستقبالها اليوم. هلا من هنا شهرين الحكومة طلعت في تصور آخر، أو عندها دراسة، أو راسلت شركات عندها ثلاجات، قد يكون أمر مختلف. أنا لست أطلع في هذه التفصيل، ولكن أؤكد لك اليوم في الحالة الراهنة لما درجة 70 و80 تحت الصفر ليست بالشيء السهل وغير متوفرة على حد علمي لغاية هذه اللحظة. دكتورة، ولكن معلومة أخرى أيضا، نعم، هي نعم. ليست يعني هنا موديرنا وفايزر أو البايوتك الشركتين الأمريكيات الوحيدة اللي أعلنوا عن هذا المنتج، وهن ليسوا الشركات الوحيدة التي سوف تصنع المطعوم، حيث هناك الشركات الصينية أيضا، الشركة الألمانية، يوجد أكثر من شركة قد وصلت إلى نتائج جيدة في المطعوم ولا يحتاج تخزينه إلى درجات 70 تحت الصفر. دكتور، هذه يعني المطاعيم مختلفة عن بعضها البعض؟ نعم، كل مطعوم بيشتغل بطريقة محددة، يعني بيعطي نتائج ممتازة وهي ما زالت مبدئية. المطاعيم الأمريكية، خلينا نحكي بايوتك وموديرنا، لأنهم بيشتغلوا على الهندسة الجينية يعني ممكن يوصلنا من هذه الشركات لقاحات مختلفة؟ صحيح، وهذا ما نأمل إليه وما نطمح إليه، لأنه وجود شركة واحدة فقط يؤخر عملية الوصول إلى عامة الشعب، فتكون درجة الأولويات. أما وجود أكثر من شركة مصنعة بغض النظر عن آلية التصنيع أو طريقة عمل المطعوم، يزيد من الفرص أنه العديد، يزيد عدد المطاعم التي ستصل إلى الأردن، وهذا يزيد من عدد الناس اللي ممكن يكون عندها تمنيع. يعني اليوم الحكومة كانت تتكلم تقريبا عن تقريبا 15% من شركتين، 10% 5% كحد أدنى. يعني إحنا قديش الفترة اللي بنتكلم عنها حتى يكون فعلا كل المواطنين قد حصلوا على هذه اللقاحات؟ يعني إذا بدك تأخذها بالأمور الإحصائية الطبيعية، نعم، يعني أنا أعتقد خلال سنة زمان من ظهور المطعوم بيكون وصل لهذا، إن شاء الله قبل سنة، يعني 10 أشهر أو خلينا نحكي صيف السنة القادمة بيكون وصل المطعوم درجات عالية من الإنتاج وتوفر من أكثر من شركة، فيكون بمقدور الجميع، متناول يد الجميع، ولكن ليس قبل شهر 5 أو 6 السنة القادمة. نعم. طب دكتور أخيرا، يعني هذه المطاعم متى سوف تكون موجودة عندنا في الأردن؟ في الأردن يعتمد على أنت تنتهي من دراسات المرحلة الثالثة. يعني اليوم موديرنا وفايزر الذين أعلنوا عن نتائجهم هم ما زالوا في المرحلة الأولى في دراسات المرحلة الثالثة، يعني يحتاجوا على الأقل شهر
لحتى يبداوا تصنيع اذا اخذوا الموافقات اللازمه، طبعا في حال اخذوا الموافقات اللازمه. فنحن نتكلم شهر واحد في حال مشت الامور، او اخر شهر 12 اول واحد في حال مشت كل الامور الدراسيه والموافقات الرسميه على اكمل وجه، وهن قد تقدموا في طلب الى الاستئجار في اخذ الموافقات الاستثنائيه عن كامل الدراسه. نعم. قبل الانتهاء من تجميع الدراسه، لانه القراءات الاوليه للعدد البسيط من المرضى اظهرت نتائج ايجابيه جدا، وطلبت الشركات بتقديم استثناء بالموافقه على بدء التصنيع قبل الانتهاء من عمليه الدراسه كامله، فقط على النتائج الاوليه. دكتور، اسعارهم كيف تتوقع ممكن تكون، او من يحدد السعر؟ هلا انا اتوقع يعني يكون لانها شركات مصنعه بدعم حكومي، اتوقع الحكومات هي التي سوف تستورد في البدايه على الاقل، وسوف تكون مجانا للمواطنين. هذا ما نطمح اليه وهذا ما اتوقعه، وخاصه ان الاردن يعني دخلت في الدراسه وكذا من تبرعات المواطنين اللي كان لها اثر كبير في دعم هذا الموضوع الذي توجهت الى صندوق قيمه الوطن، وهذا كان الجزء الاساسي اللي اتاح لنا في الدخول في هذه الدراسه في البدايه. يعني مش حنشهد ممكن اذا وصل اللقاح تصير في ظاهره انه بعض الاطراف تتحصل على اللقاح وتبيعه بطرق يعني التفافيه؟ لانه لن يعني حتى في المراحل، هلا في المراحل الاوليه على الاقل، في المراحل الاوليه لحد حين زوال الوباء خلينا نحكي، الحكومات هي التي سوف تتعامل معه، لانه في غير ذلك تصبح فوضى عارمه، يعني ما لا لا لا, لا مش صح. ولكن انا على يقين ان الحكومه هي التي سوف تقوم بالشراء، والحكومه هي التي سوف تعطي الاولويات، والحكومه هي التي سوف توفر المطعوم للمواطنين. تواصلتوا مع الحكومه حتى يكون لكم اي دور في مثل هذه العمليه، فكره توزيع اللقاح عند وصوله؟ توزيع اللقاح عند وصوله لا، ولكن نحن كصيادله ضمن اللجان اللي يعني بالعاده كلها ضمن اللجان اللي موجوده في وزارة الصحة، سواء عن طريق النقابة أو سواء عن زملائنا الصيادلة الموجودين في الوزارة، وعلى العلاقة المباشرة كنقابة الصيادلة ومعالي وزير الصحة والمعالي في الوزارة، التواصل دائم ومستمر بكل التفاصيل. يعني فنحن كقطاع صحي يتم التشاور ويتم التواصل على طول في كل مواضيع، ولو لم نكن جزء من اللجان، ولكن نقوم ببعض اللجان نحن جزء منها، والبعض الآخر ما لسنا جزء منها، ولكن يتم التواصل وإعلامنا بكل التفاصيل أول بأول. نعم، دكتور زيد الكلاني نقاب الصيادلة، شكرا جزيلا لك. شكرا سيدي، الله يعطيك العافية. يعني مشاهدينا نأمل بأنه نتمكن من الحصول على هذا اللقاح، وفعلا أن تكون هناك يعني آليات من قبل الحكومة للحصول عليه، ومع مراعاة ظروف التخزين، وأيضا لما يصل يتم توزيعه وإعطائه للمواطنين بحسب يعني آليات واضحة بالنسبة للمواطن، تكون واضحة وشفافة بحيث أنه ما نشعر بأن هناك فوضى في عملية التوزيع، ونأمل بأنه ينتهي هذا الوباء قريبا. وقفة ونعود إليكم بعدها.